أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 10 مارس 2024. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم بعد نهاية شهر رمضان إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 14 أبريل 2024. وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، وسيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.